السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يا إبراهيم، النهاردة إن شاء الله هنعمل الكور دي. دايما أصعب شكل في وضع البترن عليه هو الكورة، بس في حاجة صغيرة هتخلي الأمر سهل جدا بإذن الله. يلا نشوف. أول حاجة هحتاج أنزل بلوجين من موقع فود فور راينو، البلوجين اسمه بولي هيدرا. هتلاقوا اللينك موجود في الديسكريبشن، هو مجاني ومتاح لصيغ الراينو للويندوز والماك. هنحدد انهي اصدار وندوس داونلود، وتصنيفه سهل جدا، نيكست نيكست خلاص. انا مسطبة عندي في راينو 7، بفتح الراينو واكتب هنا من فوق بولي هيدرا، هتظهر القائمة دي. زي ما انتم ملاحظين في اشكال كتير قوي، هختار منها اي شكل. مثلا لو اخترت الشكل ده هتلاقي فوق مكتوب كلمة مش، لو ضغطت عليها هيطلع لي انا عايزة الناتج يكون كيرفز ولا سرافس ولا مش. انا هختار كيرفز ونحدد القطر بس كده. هعمل سيلكت الخطوط دي، ونعمل باي. كده احنا عملنا كورة عليها بتر بأبسط طريقة ممكن. طيب انا عندي شكل معين وعايزة ارصه على الكورة ويكون مترابط، ما يكونش فيه ما بينهم فراغات كبيرة، اعمل ايه؟ بسيطة، هختار شكل هندسي في علاقة بين خطوطه مناسبة ليا. مثلا هختار الشكل ده، وهخليه المرة دي سيرفس. بعدين هحط نقطة في كل نقطة التقاء بالمنظر ده، هكملهم وارجع لكم تاني. بعدين هعمل كورة، هعمل سكيل للكورة للنص لانها كبيرة قوي. تعالوا نعمل وحدة الباترن اللي انا عايزة اكررها، هحط نقطة، بعدين هرسم دايرة مقاس 4 مثلا، وهرسم خط كده وارك من هنا لهنا، وميرور. هعمل ريبيلد للارك ده، بعدين هعمل بايب للدايرة 0.5 وللارك 0.3. بعدين هكررها باستخدام بولر اري، خمسة طبعا لان الريكورد شغال كلهم هيتحركوا معاه، وهرفع النقط بتاعت الارك دي شوية كده. هحط في النص كورة صغيرة، وارفعها فوق شوية بس كده. بعدين تعالوا نرص الباترن على الكورة. هستخدم Orient on Surface، هختار الوحدة بعدين السيرفس، وعلى كل نقطة هحط واحدة.
لو ملاحظين هنا في فراغ شوية، فبصوا كده هختار الارك والدايرة واعمل سكيل 3D. ملاحظين كلهم كبروا معايا، بس حافظت على قطر البايب، قطر الكورة زي ما هو، وده لان الريكورد برضو شغال معايا كده. افضل ده ماسكه اكتر والجاب اختفى. تعالوا نفتح فيها دايرة علشان لو في سلسلة هتمر جواها او هتتركب في لينك مثلا. وبعدين هعمل دايرة من التوب واكسترود كيرف. هعمل سبلت للسيرفس، والبايبات دي هعمل لها بوليان ديفرنس. هنا هعمل بايب وارفعها لفوق كده. وبعدين ميرور من الفرونت هحركها هنا. وتعالوا نعمل اخر شكل معانا وهو كرة الديسكو. هكتب فوق بولي هيدرا برضو. واختار الشكل ده قريب منها واخليها سرافس ونحدد القطر. بعدين هعمل سرفس على الارض وزبلت وحرك النص ده لفوق، وهعمل اوفست سرفس للنصين بحيث انها بعد ما تتصاب تتلحم ويكون وزنها خفيف. في اشكال كتير قوي موجودة تقدر تختار منها وتدمج وتبتكر براحتك. وبكده نكون خلصنا. فضلا وليس امرا اعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد، وقول لنا رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.